ياسمين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة العربية بإذن الله. النهاردة عاملين لكم أكلات لطيفة وخفيفة كالعادة. أول حاجة هبتدي بيها هبتدي بالحلو لأنه هياخد شوية وقت في الفرن. تاني حاجة برضو عاملها في الفرن وهتعجبكم جدا، بس نبتدي بالحلو. إيه اللي أنا عاملاه حلو النهاردة؟ زي ما أنتم شايفين الصيف عندنا ما فيه أحلى من فاكهته، فإحنا رمضان ده هيبقى فيه شوية كنافة وقطايف وحاجات حلوة كده أهو، بس في نفس الوقت ممكن نعمل حاجات مختلفة وحلوة ولايت، لان في ناس كتير جدا عندهم مشكله ان هم بعد رمضان ما بيطلعوا منه، وانا اول الناس دي، بنطلع مضروبين في اربعه. فنخلينا شويه شويه مع بعض في الاكل، يوم جامد ويوم خفيف. فالنهارده هنعمل حاجه خفيفه. اللي انا هعمله النهارده عباره عن نكتارين او خوخ، وعندي مشمش، سكر بودره وفانيليا. ده بسكوت جنزبيل بنلاقيه في بعض السوبر ماركتس، حلو قوي، في اشكال مختلفه، وعامله كمان بالمشمش الناشف. هتلاحظوا في معظم فقرات بالهنا او في معظم الحلقات بتاعتنا ان احنا بنحاول ما نستخدمش يميش كتير علشان الاسعار المهوله اللي موجوده، فبنحاول باللي موجود نعمل بيه حاجات حلوه. فاول حاجه هبتدي بيها زي ما قلت لكم هدخله الفرن. ايه يا ترى اللي هدخله الفرن؟ هدخل المشمش وهدخل الخوخ، نجيبهم كده. طبعا هما دول كل ما يبقوا ناشفين كل ما هيبقوا احلى كتير في الايه. دي طريه جدا بس بتبقى جميله جدا في الاشياء اهو. نشيل بقى النوى منها، هنعمل ده كده في دي وفي المشمش بس كده خلاص. دي مظبوطه جدا. طيب ماشي، يلا يا خوخية. طيب بقى نشيل البذرة ونعمل نفس الحاجة مع المشمش. المشمش أسهل حاجة في الدنيا بتتعمل بقى بالأسلوب ده. هنحط عليها سكر؟ هنحط عليها حاجة ولا أي حاجة؟ مش هنحط عليها أي حاجة. زي ما قلت لكم في عندنا في الوصفة دي جبنة ماسكربوني. لو ما فيش جبنة ماسكربوني بأي كريم تشيز عندنا، أي جبنة كريمية بتتباع الأجنبية وبتتباع المصرية، الرخيص نستعمله، اللي موجود المتواجد عندنا في البيت نعمله، مش مشكله خالص. لعب البتاع ده. سكر البودره بقى هو اللي هنحلي بيه بعد كده الجبنه. لا مش ممكن، البتاعه ماسكه في الحاجات، مش ممكن. يلا هي نص يطلع حلو والنص التاني يطلع مش حلو. ده بقى كده على طول. يا سلام، ممكن للي عايز يعمل الحركه اللي انا هعملها دي هتزود تسكيره الحاجه. هنعمل كده زي ايه كومبوت، وتعمل زي كراميل فوقيه غير السكر بتاع المشمش نفسه، مش كتير زي ما انتم شايفين، يا دوبك رشه بسيطه. هيطلع لنا كراميل، وريحه السكر لما بيتحرق شويه كده بيبقى يجنن، غير السكر بتاع الفاكهه نفسها. نحط لنا مشمشتين ثلاثه كمان وسط دول، فطبعا مش هنحط له سكر، هو اوريدي لما الحاجه بتنشف زي ما اتفقنا سكرها بيزيد قوي كده اهو. ونسيبه على فرن 180 لمده ربع ساعه لغايه لما ياخد الكرمله. ده خلصناه، هنبتدي بقى نشتغل على طول في الكريمة بتاعتنا. نجيب سباتولاية، لا
اهم حاجه في الجبنه انها تبقى على درجه حراره الغرفه، لان احنا عايزين نضربها ونطريها. ليه؟ لان هو ده اللي هيبقى زي الكريمه اللي هنحطها فوق الحاجات اللي هتطلع. فدي مش عايزه اسكرها قوي، هسكرها بحاجه ثانيه بقى. هاخد شويه كمان. الجبنه الماسكربوني دي يا جماعه من احلى الجبنات اللي في الدنيا. ناس كتير كانوا بيفتكروها كريمه مش جبنه، هي طبعا كريميه جدا، بيتعمل بيها حاجات حلوه كتير وحاجات حادق. حادق زي ايه؟ عارفين الريكوتا اللي احنا بنستعملها طول رمضان دي؟ انا بستعمل الريكوتا ساعات، شويه ريكوتا وشويه ماسكربوني. مشكله الماسكربوني هنا في مصر غليانها، عشان كده ما بحبش استعملها كتير، انما كطعم وكقيمه غذائيه وكتكستشر وكل حاجه رهيبه. شويه بسكوت من البسكوت اياه ده، نجيبه كده، بسكوت بالجنزبيل. واحده بس كده اهو، مش لازم تتعمل عشان انا مش عايزاه تتضرب اكتر من كده. بقول لكم ايه، انا هخلي الحاجات دي كده زي ما هي، وممكن ابتدي في بدايه الكيش. انا تاني اكله عاملاها الكيش، عشان انا مش عايزه الحاجات تمايمي، الحاجات دي عايزاها تبقى كرانشي برضو لما بحطها على البتاع. لو حطيته من دلوقتي هيقلب مايمي، فهستنى على ده شويه وهبتدي بالكيش. الكيش النهارده عامله لكم كيش بالصماء والكرات والجبنه الجروير والايه والصماء، صماء وجروير والكرات. هي الحاجات خلاص انا قلتها لكم، مفيش حاجه يعني اختراعات. فانا نبتدي على طول هنا الشغل، عشان بياخد شويه وقت على النار كمان. لما نرجع نبتدي ايه نفرده بقى ونحطه. اول حاجه هنستعملها هنا شويه زيت صغيرين، وكل ما نزود الكرات كل ما طعمها هيبقى حلو. الكيش المره دي عاملاه بطريقه مختلفه، عاملاه مش هعمل عجينه الكيش، ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه، بس انا بحب دايما استسهل باللي موجود، لان زي ما اتفقنا في رمضان مش لازم طول الوقت نبقى مقضيينه في المطبخ، ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا بنطبخ. احنا عندنا حاجات كتير جدا لازم تتعمل، عندنا ان احنا نزور اهالينا، عندنا ان احنا لازم نعمل خير، عندنا ان احنا لازم عندنا عباداتنا، عندنا حاجات كتير جدا. فمش بكتر الاوعاد في المطبخ هو ايماننا، لا ايماننا بحته تانية خالص. فعندنا اهو ده وده وده والسمو. خليكوا انتوا هنا كده وتعالوا لي انتوا كده هنا وهنبتدي الشغل. كرات، كل ما هنزود الكرات كل ما هتحلو. على قد ما تقدروا كرات تجيبوه زي ما اتفقنا، لازم نقسفه من النص عشان نغسل، لان الطينه بتبقى ما بين اللايرز بتاعته او الطبقات بتاعته، فدي حاجه مهمه جدا ما تنسوهاش. بعد ما الزيت يسخن ننزل كل الكرات بتاعنا، والاخضر بتاعه يجنن يا جماعه لما يستوي، لان ناس كتير جدا او كان دايما متعرف عليه ان احنا بس نطبخ الجزء الابيض والاخضر ده نشيله علشان نعمل بيه شوربه، نعمل بيه طعميه، عارفين الحاجات دي، ويقولوا الاخضر ما بيتهدمش بسهوله. لو استوى صح مش هتحسوا خالص بمشاكل في الهضم، فسووه صح، ما تستعجلوش عليه، هو بياخد شويه وقت ان هو يدبل بالظبط زي البصل، بس طعمه حاجه احلى مليون مره من البصل. نحط الملح علشان يترمي بسرعه ونبتدي بقى نقلب. الكيش عاده يعني هتلاقوه في البلاد الاوروبيه بتبقى أكلة لطيفة جدا وخفيفة، يعني ممكن الحكاية دي الواحد يعملها على سحور لو هو عايز لأصدقائه اللي جايين له، أو ممكن تتعمل في غداء، لا في الفطار، لأن هي فيها كل المكونات. إحنا عندنا الجبنة أهي، عندنا السمو أهو، عندنا خضار في المشروم وفي الكرات، فمش محتاجين أي حاجة غير ده وطبق سلطة حلو، وطبعا ممكن شوية شوربة، مش هيقولوا لأ. يبقى إحنا كده فطرنا فطارة لطيفة جدا وخفيفة، واحنا متفقين ان الواحد لما
بيفطر فطاره جامده بيدبها يعني زي ما بنقول، ما بيعرفش يتحرك. يعني واحد لما بيروح يفطر عند ناس بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتبقى صعبه علينا، لان احنا بعد ما بنفطر بيبقى مش عارفين نتحرك. فدايما لما يجوا لنا ناس ما تقلوهاش عليهم، خففوها كده. فايه رايكم اطلع فاصل وارجع لكم، يكون الخوخ بتاعنا والمشمش استوى والكرات ده يكون هدي شويه، ونكمل الشغل مع بعض. اشوفكم بقى بعد شويه. اهلا 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 بيكم. زي ما شفتوا كنا بادئين بكرات قد كده، ونزل بقى شويه صغيرين، ننزل على طول بعديه بالمشروم لغايه لما يدبل برده. والتارت بتاعتي او جبت التارت بتاعتي الصينيه بتاعته وفردت الباف بيستري. انتوا عارفيني بموت في الباف بيستري، وبت او لو عندنا شورت كروس كمان هتبقى حلوه قوي. ممكن الستات اللي عندهم وقت وفاضيين يعملوا الشورت كروس او الباف بيستري في البيت، اهلا وسهلا. او الكيش نفسها ممكن تتعمل بسهوله جدا، بس دي برضو بيطلع طعمها رائع، فجربوها بالاسلوب ده هتعجبكم. كل الحاجات موجوده. لو ما عندناش مشروب، ما عندناش سالمون، مش لازم سالمون، يتعمل برضو بنفس الاسلوب ده وخلاص بدون سالمون. فانا كل اللي هعمله، اهم حاجة بس ان المية بتاعة المشروم تنزل خالص تدوب يعني. وممكن ابتدي اقطع في او نبص على الحاجات دي. شايفين بقى الشكل عامل ازاي، والسكر شايفين الشكل حلو قد ايه. احنا بقى ممكن نطلعهم دلوقتي، خلونا نطلع الحاجات دي نحطهم هنا كده، ونجيب هنا كده. الريحه رائعه وحاجه سهله وسريعه من الحلويات اللي هتعجبكم جدا جدا جدا. ليه عايزه بقى الميه كلها تنزل بتاعه المشروم، مش عايزاها تنزل هنا؟ علشان ما تميميليش، ما تخليش العجينه بتاعتنا صاجي كده اهو ومش حلوه. انا عايزه يبقى في كراست حلوه نقرمش فيها، ما يبقاش فيها ميه. ماشي، يعني هتشوفوا دلوقتي الدنيا هتعمل ازاي. اما بقى دلوقتي فاضل لنا حاجه بسيطه جدا، الجبنه اللي احنا كنا ضربناها دي انا هجيب لها. ده موجود، لو مش موجود نستعمل اللي موجود عندنا. انتوا طبعا عارفين ايه دي فانيليا. تعالي كده يا فانيليا، سخنه قوي هذه الاشياء. انا حطيت فين بوتي اهي، هي كده، وهحطك هنا عشان نشتغل هنا. نجيب سكينة ونجيب الفانيليا بتاعتنا، نفتحها كده. وبعدين جوه بقى لما بتتفتح بالاسلوب ده، شايفين فيها زي بذر صغير جدا جدا جدا. ناخد البذر ده كده شويه، البذر دول كده، واحطهم هنا مع الجبنه، مع الجبنه بتاعتنا الماسكربون اللي انا ما زودتلهاش اي سكر ولا اي حاجه. و ابتدي نضربها كده مع بعض. ريحه الجبنه بقت فانيليا. لو ما عندناش دي، في الفانيليا السايله، ما بقولش الفانيليا الباودر، السايله، يا السايله يا دي. هما دول الطريقتين اللي نقدر نتعامل بيهم بالحكايه دي. كفايه كده على دي. كل اللي عملته ان انا صفرت او عملت سوتينج للكرات ومعاه المشروم. المشروم خلاص نزل كل ميته. اهم حاجه دلوقتي المرحله دي تحصل ان انا ابرد الاشياء دي مع بعض، مش عايزه احطهم برده بسخونتهم على التارت. فهنسيبه دلوقتي يهدى ونبتدي نشتغل في الحلويات بتاعتنا. تعالي انت كده هنا، نجيب الطبق اللي احنا هنقدم عليه
كانوا ممكن يقعدوا شوية كمان زيادة، بس خليها كده شكلا وطعما يجننوا بتاعة الفاكهة. يعني احنا نقول ان هي زي سالد او زي ايه، يبقى يحطوا سويتنس رهيبة. وجوه كل مشمشاية وخوخاية نحط شوية من الجبنة بتاعتنا الرهيبة دي. وبعدين نيجي بقى البسكوت بتاعنا اللي بالجنزبيل. وانا عندي حتتين نعناع، دايما بحب احط النعناع مع الحاجات الحلوه، بيدي دايما لون جميل وشكل اجمل وريحه حلوه. عمر ما النعناع بيروح غلط برضو مع الفاكهه. فخلاص ده الطبق الحلو بتاعنا اللي هو ما خدش ثواني مننا، ما خدش مننا غير ان احنا بس قطعنا الحاجات وضربنا، يعني فعلا ما خدش ثواني مننا. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. ودلوقتي نرجع تاني بقى للمين ديش بتاعنا او الطبق الرئيسي، الا وهو لو عايزين تحطوا شويه سكر بودره، هو هي مش محتاجه بس ايه، انا بحب اللعب ده. الوان والوان وتكستشرز واطعمه مختلفه. بس خلاص دلوقتي ودي نحطها كده، انا مالي عماله بنسى الحاجات ليه. بس خلاص